ياريت لو عجبتكم الفيديوهات تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. مساء الخير عليكم جميعا. النهارده في احلى وصفه مع منى انا جايبه لكم وصفه حلوه قوي، اللي هي البسبوسه اللي محشيه جواها قشطه. فانا هقولها لكم باسرارها وتركاتها، وان شاء الله باذن الله هتبقى ناجحه معاكم. اول حاجه انا هعمل ايه؟ اول حاجه انا عندي 500 جرام من دقيق السيمولينا او دقيق البسبوسه الناعم يا جماعه، ها هو ده الناعم اللي هو مش الخشن، دقيق السيمولينا الناعم اهو. الكاميرا هي جابته لكم اللي شكله عامل بالشكل ده كده. وعندي ايه تاني يا منى؟ وعندي 3/4 كوبايه سكر، دي من الكوبايه الصغيره يعني حوالي 120 جرام من السكر. وعندي دي برضو حوالي 130 جرام من الزبدة، او لو بالكوباية نص كوباية زبدة في درجة حرارة الغرفة. الوصفة دي مش بنسيح الزبدة زي البسبوسة بتاعتنا اللي احنا كنا بنعملها، لا دي في درجة حرارة الغرفة، يعني كده طرية كده بدرجة حرارة الغرفة. وعندي ايه تاني؟ وعندي هقول لكم الاول مقادير البسبوسه. وعندي كوبايه من الزبادي، الزبادي ده انا كنت عملته معاكم اهو هستعمله في البسبوسه، كوبايه من الزبادي اهو. وعندي طبعا فانيليا اهي، وعندي باكوين فانيليا، وعندي ايه اهو البيكنج باودر مستخبي هنا اهو، وعندي بيكنج باودر حوالي معلقه صغيره، معلقه صغيره بس مليانه مش ممسوحه. خلاص دي كده مقادير البسبوسه. نخش بقى على مقادير القشطه. مقادير القشطه انا عندي كريمه اللي هي السايله. ليه بقى انا مش يعني انا بحط كريمه على حليب؟ ليه كريمه على حليب يا منى؟ دي بيبقى طعمها ناعم وحلو، يعني بتبقى ناعمه وحلو عن حليب. بس عايزه تحطي حليب بس برده ما بتبقاش وحشه، بس انا بحب اخلط بين كريمه السايله بتاعه الحلويات والحليب. دي حطيت هنا كوبايه ونص من الكريمه السايله، الكوبايه كانت 250 جرام، حطيت كوبايه ونص من الكريمه السايله، وهحط عليها كوبايه من الحليب عشان الكوبايه دي كبيره، دول 200 جرام من الحليب. خلاص يعني هعمل ميكس بين الكريمه السايله والحليب لان بيبقى طعمها حلو بصراحه في القشطه دي، الوصفه دي اللي انا جربتها. وهعمل ايه تاني؟ وعندي هنا دي معلقه كبيره من الدقيق، معلقه كبيره من الدقيق، دي كلها مقادير القشطه تمام. ودي معلقه ونص كبيره من النشا، معلقه ونص كبيره من النشا، دي كده مقادير القشطه. وهحط عليها طبعا فانيليا، وهحط عليها فانيليا، وهحط عليها شويه سكر مش كتير، يا دوبك معلقه صغيره من السكر، لان كده كده احنا في القطر هتتشرب البسبوسه اللي محشيه وهتبقى مسكره. يلا نبدا بقى نشوف ايه اسرارها وازاي خطواتها. اول حاجه هنرفع المكونات دي، هنعمل القشطه الاول. اول حاجه هنجهز قشطتنا الاول. قشطتنا الاول هنجهزها ازاي؟ في القشطه دي اهو هحط على اللي هي الكريمه اهي السايله، اهي هحط عليه اللبن. القشطه دي مش زي المهلبيه بنحط الاول النشا على يعني بعد ما اللبن بيغلي او الحليب بيغلي، لا دي كلها هنحط كده كل المكونات مع بعض. الدقيق اهو مع النشا كله مع بعض اهو، ويكونوا ساقعين. ها انا عايزه الحليب يبقى ساقع لو هتعمليها بالحليب بس، او لو هتعمليها بالميكس ده يبقى الكريمه والحليب يكونوا ساقعين تمام، عايزاهم ساقعين. واحط اهو باكل فانيليا اهو، باكل الفانيليا هحطها. وفي برضو بعض الناس بيحطوا سميد، معلقه صغيره ممكن هي بتدي بس وانتي بتاكليها زي زي طعم القشطه اللي هي بتمط كده. انا ممكن احط برضو شويه سميد بس بسيطه قوي من السميد ده، يعني يا دوبك هاخد شويه بس كده، حوالي معلقه صغيره ممكن تحطي برضو، بتدي يعني بتخليها بتلد كده في البق، يعني حلوه بتبقى حلوه برضو. ممكن برضو حطيت اهي معلقه السميد الصغيره، وهحط شويه من السكر معلقه صغيره بس، وهحط اهوت السكر بالشكل ده كده، وهقلبهم مع بعض، وبعدين هرفعهم على النار بس هتأكد بس ان كله اتقلب كويس. خلاص هبدأ اهو ارفعها على النار، وابدأ كده لحد لما تدخل معايا وتتقل معايا كده مع بعض اهي، اقلبها اقلب فيها وعلى نار مش عالية، يعني الاول نار عالية يعني يا دوبك حوالي نص دقيقة عشان ما تتحرقش من تحت، وبعدين اوطي خالص
خالص خالص عليها خالص، وبراحتها هي تدخن براحتها. بس دايما اعمل الحركه دي كده، بقلب كده بالمضرب الايه اليدوي كده هتدخن. بس مش انا هقول لكم بقى انهي قوام، اقول لكم انهي قوام اللي انا عايزاه. هنا موطيه اهو ومستمره، موطيه النار خالص على اقل حاجه مستمريه اهي في التقليب. لسه برضو القوام ده، لا ده مش عشان هتطلع بسبوسه محشيه صح، لا ثواني عايزاها تدخن كمان. برضو بقلب مستمريه وموطيه النار وهديها خالص على اخر درجه عندي في البوتاجاز. شوفوا معايا كده يا قمر اهو، هو ده القوام اللي انا عايزاه. يعني اصبري عليها، يعني مش تستعجلي وتقولي لا انا عايزه قوام تقيل. هو ده، شايفين القوام ده اهو، هو ده القوام اللي احنا عايزينه. ممكن بقى بعد لما هي مسكت نفسها لو عايزه تحط شويه ماء زهر حطي شويه ماء زهر، مفيش مشكله، زي ما انت عايزه او اي طعم انت عايزاه تحطيه عليه. خلاص يلا بقى نشوف هنعمل ايه بقى. في برضو ملحوظه عايزه اقول لك، لو لقيتيها القشطه بتاعتك او القشطه الكدابه تقلت قوي معاكي وتخنت قوي، لا يعني بقت تقيله قوي، ممكن بنحط لها معلقه من الزبده وهي تسيح فيها، برضو بتنعمها وحلو. لكن انا الحمد لله هي معايا هو ده القوام اللي انا عايزاه. وفي برضو في الناس بالحالتين بيحطوا برضو زبده، بس انا بحب القوام ده لان لما تخش جوه الفرن كمان هتمسك برضو ايه نفسها. هسيبها بقى تبرد، مش هينفع نشتغل فيها لما تكون بردت، هسيبها تبرد. وبعدين في اثناء ما هي بتبرد هنعمل بقى الطبقه الاولى من البسبوسه. اول حاجه انا هعمل ايه هنا، حطيت اهو هنا السكر. اول حاجه هضرب السكر مع الزبده. شوفوا قلت لكم زبده في درجه حراره الغرفه، لان هي طريقتها مختلفه عن البسبوسه اللي احنا بنعملها، لان انا عايزه قوامها تبقى بتتشكل بالايد عشان نعمل الطبقه اللي هي الاخيره خالص. فعلشان كده بتبقى الزبده عامله كده عشان تشكل لي عجينه مع الايه مع ال مع السيمولينا. وهضرب اهو، هضرب السكر مع الزبده اهو بالشكل ده كده اهو بس خلاص. وبعدين بقى هعمل ايه انا هنا اهو، هجيب الزبادي بتاعي، الزبادي بتاعي اهو اللي احنا عاملينه. الاول هحط، قبل ما احط الزبادي انا حطيت هنا، خلطت على الدقيق السيمولينا بتاعي المواد الجافه اللي هي اللي حطيت البيكنج باودر وحطيت الفانيليا وحطيت رشه الملح. وهبدا احطه كده مع الزبده والسكر اللي انا ضربهم، وابدا بقى ايه اخلطهم كده ببعض كده. عايزاه يتشبع من الزبده الاول عشان يبقى ايه، يبقى مفتت وحلو. يعني عايزاه الاول يتشبع اهو من الزبده اللي هي في درجه حراره الغرفه كده. شايفين بصوا بيتغلف اهو كله بالايه، بالزبده، لان دي خطوه مهمه، خطوه مهمه جدا اهو. بصوا اهو بيتبلبل اهو، بيتبلبل اهو وبيتشبع من الايه الزبده. هبدا بقى انزل بالزبادي بعد لما هو بقى شكله بالشكل ده كده واتشبع من الزبده، هنزل بالزبادي اهو. الزبادي اللي انا كنت عاملاه معاكم اهو، هنزل اهو بالزبادي بتاعي كده او اليوغورت. جربوا الزبادي ده بجد احلى وصفه جربتها في الزبادي، وبتطلع جميله ومظبوطه واحلى طعم. شوفوا فيديو الزبادي اهو اهو. وبعدين بقى هنعمل ايه دلوقتي، هنخلط اهو على سرعه منخفضه علشان علشان الفرفته بتاعت او الترميله بتاعت السيمولينا او دي البسبوسه الناعم، الناعم بكرر تاني الناعم، ما يبقى فيها ترميله وحلوه اهي. وابدا اخلط وهنشوف بقى دلوقتي كده احنا محتاجين ايه. كده نخلطها احنا كده اهو، مش محتاجين نحط لها حاجه لان انا مش عايزاها سايله، انا عايزاها بصوا مش محتاجين لا اضيف زبادي زياده، مش محتاجين حاجه، لاني انا همسكها كده بصوا بتعمل كده زي عجينه، يعني زي مش عجينه يعني بعرف اشكلها، لان الطبقه اللي فوق لما احطها هنعمل كده هوريها لكم ازاي، هنبطط كده ونداري بيها ال القشطه بتاعتي، وهو قوامها بيبقى كده. شايفين ده كده القوام الصح ماشي، يبقى 500 جرام دقيق سيمولينا او سميد ناعم يكون ناعم عليه كوبايه من الزبادي حوالي 200 جرام.
بس وانتي بتشوفي، هي المهم تمسكيها والزبده درجه حراره الايه الغرفه مش سايحه، المهم تتمسك وتتعمل كده، يبقى هي كده صح 100%. وهنشوف بقى هنعمل ايه. في صينيه وسط اهو، هبدا ان انا دي صينيه وسط بتاعه البسبوسه، هبدا ان انا افردها كده في الصينيه اهو، اللي هي الحته الايه اللي هي الاولانيه، يعني هحط الحته الاولانيه، مش لازم نعملها دلوقتي بالطريقه دي، يعني هقسم العجينه اتنين وهبدا ابل ايدي ميه وايه وافردها في الصينيه الوسط بتاعه البسبوسه. عايزه دي كده نص كميه اهو السميد بتاعي، وابل ايدي عشان تبقى سهله في الفرد اهي كده بالشكل ده كده، والفها كده واسويها اهي. هي كل الحاجات دي هتتساوي مع الفرن، بس اهم حاجه ما يبقاش فيه ايه فراغات اهي. وببل ايدي احسن حاجه في فردها، بتبل ايدك بتبقى سهله قوي في الفرد. خلاص اهو انا كده فردتها، ادي الطبقه الاولانيه، هدخلها جوه فرن 180 من شوايه من تحت، يا دوبك الجوانب تتحمر يعني تاخد لون ذهبي، وهطلعها وهنشوف هنعمل ايه تاني. لما تستوي من على الشوايه اللي تحت على 180 هغطي الطبقه الاولانيه، وهنقول لكم دلوقتي هنروح نحط الشربات. الشربات عباره عن كوبايتين، الشربات عباره عن كوبايتين من السكر اللي هو المقاس ده، دول حوالي 250 جرام، كوبايتين يعني حوالي 500 جرام من السكر، لان هي بتشرب سكر، فعشان ما تبقاش يعني تبقى حلوه كده شاربه يعني اهو. وهحط عليهم نفس الكوبايه اللي انا عيرت بيها دي، اللي هي 250 جرام ميه، هحط عليهم كوبايتين ميه، وهي شرباتها بيبقى خفيف مش تقيل، يعني يا دوبك الشربات يعقد كده. اول ما ده هرفعه على النار وهحط عليه اهو الميه، هوريه لكم برده. ادي هي كوبايتين، ادي واحده وادي التانية اهي. واول لما يبدأ السكر يسيح على النار هبدأ او يختفي على نار عالية الاول، هبدأ احط نص الليمونة، وبعدين بوطي عليه، واول ما احس ان الشربات عقد عقد يعني بيعمل فقاقيع كده كتير كده من هنا كده، وتحسي تقل سنة، وده شرباتها بيبقى خفيف زيه زي شربات البسبوسة، يعني ما استناش افضل اغلي اغلي فيه كتير، لا اول ما احس ان هو يا دوبك عقد سنة او تقل سنة اقوم على طول طافية عليه وحطها على عين تانية. ولازم لما بنسقيها هي بتبقى سخن والشربات بيكون كمان سخن، وطبعا بتحطي معاه فانيليا او ماء زهر زي ما انت عايزة. شربات اهو بيغلي اهو، وحطيت عليه النص الليمونة اول ما السكر ده، ولو طلع مثلا ريم زي كده على جنب برضو قلت اوريها لكم، اشيله كده باي معلقة من عندي، يعني شايفين الريم اللي طالع ده اشيله، الريم ده كده اشيله كده برضو، انا بقول الكلام ده اللي هم اي بي سي مطبخ اهو. خلاص هشيله كده اهو، وهيبدا اهو بصوا كده اهي بدات الفقاقيع اهي الصغيره اهي تظهر معنى كده، بس انا الاول على نار عاليه بعد كده نار متوسطه ماشي. وهو شربات البسبوسه بيبقى خفيف مش بيبقى تقيل، وبيسيقوا الاثنين وهما سخنين، حتى في الوصفه دي كمان المحشيه دي. فاول ما احس ان هو بدا بيتقل، تحسي ان القوام بتاعه بدا بيتقل، بتشيليه، وممكن بتختبريه ان هو عمل زي تقل او لا على طبق، وبتحطي نقطه وبتشوفيه عملت سطح لامع عليها ولا لا، يبقى كده خلاص الشربات جاهز. طلعتها اهو يا حبايب قلب منى اهي، انا اهو طلعتها يا دوبك، يعني هي دلع حبايب قلب منى اهو طلعتها يا دوبك الحواف بتاعتها هي بقت ذهبيه. هعمل ايه بقى؟ مش هينفع احط عليها كده القشره وهي سخنه، هستنى عليها تهدى. وبصوا بقى واغطيها كده عشان ايه؟ تحتفظ برطوبتها وكل حاجه، يعني هي يا دوبك خدت من الحواف الذهبي وكانت على الشوايه اللي تحت ماشي. خلاص انا مغطياها اهو علشان تحتفظ بالرطوبه بتاعتها، يا دوبك تهدى بس كده تبقى هاديه، وبعدين ابدا احط عليها القشطه بتاعتي بعد لما بردت. وعشان القشطه تبرد معاكي بسرعه انقلي القشطه في طبق تاني، انقلي القشطه في طبق غير اللي انت زودتيه فيها، وممكن تحطيها عادي في التلاجة برضو بيسرع، مش هيحصل حاجه يعني. وبعدين دلوقتي عملت الفرن على الشوايه اللي فوق عشان هنعمل الطبقه اللي فوق، وهي اخدت في الفرن حوالي 11 دقيقة بس مش اكتر من كده.
وتهدى، يعني مش هسيبها تبرد، لا يعني تهدى يا دوبك دقيقه بس كده من طلعها او دقيقتين بس كده، وهبدا اجيب اهو القشطه بتاعتي واقول لكم هنعمل ايه. اهي القشطه بتاعتي اهي، هبدا احطها، بس خلي بالكم مش عايزه احطها، بصوا القشطه لما بردت هي كمان مسكت نفسها، بلاش احط على الحواف، حواف لا عشان ما تطلعش بقى من بره وكده، يعني حاولي ايه ابعدي شويه سنه عن الحواف اللي هي اللي بره دي، دي الحواف اللي انا اقصدها، ابعدي عنها شويه. خلاص بدات اهو احط القشطه بتاعتي، وهحطها زي ما انا قلت لكم في النص، ابعد عن الايه الحواف عشان لما تيجي تستوي او تيجي تقطعيها ما تطلعش بقى القشطه من بره ويبقى شكلها ايه مش حلو، يعني لغايه الحواف كده وما تحطيش قشطه اهو كده اهو، يعني لغايه ايه يعني في النص من كده على ايه على بره، من نص كده على بره، بس ما اروحش عند الحواف، يعني لغايه بصي دي كده ارجعها كده، وانا بقول لكم كل ثغراتها عشان ان شاء الله تطلع زي الفل وتبقى تحفه، وهي وصفه جميله بصراحه. اهي اهي كده عشان لما نيجي نقطعها ما ايه تطلعش ايه من بره اهي، يعني لحد اخر الحفه كده وستوب كده زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، وبعدين هنشوف بقى هنحط الطبقه التانية ازاي. بصوا انا تجنبت اهو الحواف اهو، حطيت اهو القشطه بتاعتي، هعمل ايه في الطبقه اللي هي الاولانيه، هعمل ايه انا دلوقتي، تجنبت اهو الحواف في الطبقه الاولانيه، هقوم ماسكه الباقي اللي هو باقي الدقيق اهو، السيمولينه بتاعي والعجينه بتاعتي، هعملها كده عشان اغلف كده بالشكل ده كده، شايفين دي كده الشكل ده كده اهو، اعملها كده وافردها اهي، واقفل بقى كده، اقفل كده اهو، اقفل كل الفراغات دي كلها كده، دي احسن بجد وصفه انا جربتها لطريقه البسبوسه اللي محشيه قشطه، انا ما بحبش ان انا اعملها اللي هي احشي كل ده، انا هسويه واقول لكم هسويه ازاي، ما بحبش ان انا احشيها وهي نيه قشطه، يعني ساعات بتنزل انت وحظك بقى اهو، هبدا كده كده افردها اهي كلها على كل الايه على كل الصينيه ايه بالراحه كده، افصلها كده عن بعض، افصلها عن بعض، بص داير ما يدور، شوفي دي الحته دي اللي ما كانش فيها ما فيش مشكله، افصلها كده 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 اهي، افصلهم كده عن بعض، وبلي ايدي ميه تاني اهو وافصلهم اهي اهي اهي، كل ده هيتدرى في الفرن، كل ده هي هتفرد، وكل اللي انت شايفاه ده اهي هيتدرى. طلعتها اهو من الفرن وهي اهي لسه طالعه سخنه، هبدا اسقيها الشربات بتاع السخن، وقلت لكم ما تقلقوش من حتت التفريغات دي، كل ده هتعمل نفسها بالراحه كده، نسقيها بالشربات، هتقفل على نفسها مفيش اي مشكله خالص اهي، هسقيها كلها بالشربات السخن، وعلشان تشرب الشربات اسرع هديها بس كده، هعمل بس تخريمه كده بخرون بسيطه قوي عشان وانا بحط الشربات ما يدلدقش مني بره وهي تشربه كمان بسرعه، تخريمه كده بتاع الشيش طاووق ده او اي خله اسنان عندك او اي حاجه، عشان اضمن ان هو تغلغل ايه تغلغل جواها برضو، خلي بالكم من التركايه دي، ودي بقى بتدوب كده في البق وجميله، واحلى وصفه بجد انا جربتها في البسبوسه المحشيه قشطه. وبعد اهو لما سقتها لازم باي حاجه عندك، اي حاجه عندك وبتغطيها بيها زي كده عشان هي تكون طريه، لازم تتغطى وهي سخنه. بصي معايا كده يا جميل، انا قطعتها وحطيتها في طبق تقديم، وبصوا جمالها، وبصوا طبقات اللي هي القشطه، الكاميرا اهي اهي جايباها طبقه القشطه، وانا بنصحكم بجد بالطريقه بتاعه القشطه اللي انا وريتها لكم دي، ان انا جربت طرق القشطه الكدابه دي كتير، اللي لقيتها ما بتطعلصش، ودي بتبقى ناعمه، يعني شايفين دي بتدوب في البق خالص، يعني دي بتدوب في البق خالص، جربت اللي هي بتاعه اللبن بس دي لا بتبقى زي ما بتخش جوه الفرن بتطعلص كده وبتجمد ومش بتدوب كده في البق، دي طعمها حلو اللي هي محطوط عليها كريمه سايله، كريمه سايله مع اللبن الاثنين مع بعض، او كريمه الحلويات اللي هي السائله
مع الحليب، وبتبقى حتى انا ممكن اخد واحده كده اهي اقسم. بصوا الطريه ازاي، وبتدوب في البق اهي القشطه اهي والبسبوسه اهي، بصوا اهي اهي، بصي بصي عامله ازاي يعني، بصي ناعمه، بتبقى ناعمه وحلوه قوي، ووصفه بجد حلوه، جربوها يعني، حلويات فاخره جدا. انا في اقوى قوم بدوق لي حته اهو، بتدوب في البق بامانه، جربوها. ولو في حاجه قبل ما تعملي الوصفه ولا حاجه عايزه تساليني على حاجه اهو، تسأليني على حاجة فاكتبي لي في الكومنت في التعليقات، انا هرد عليكي قبل ما تعمليه، عشان برضو تطلع معاكي مية مية. وهي الفيديو انا قايلة تقريبا غطيت كل ثغراتها وكل حاجاتها، وجربوها وان شاء الله هتعجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك عشان تحفزوني دايما ان انا انزل الفيديوهات، وتشتركوا في القناة، وبحبكم قوي، واشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله في احلى وصفة مع منى. وطبعا وصفاتنا كلها معروفة، علامة الجودة اللي هي تكون كده ان شاء الله. مع السلامة.